السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذا فإن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. هذا والشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. الاعتذار للأخ الكريم الذي يقول طولت علينا، أقول بارك الله فيك، بس لأنه كان هناك درس ولعلك كنت تتابع عما قليل، هذا الذي أخرني فقلت أخذ راحة بين الدرسين وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى اتفضل، الله يحفظكم. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأتمنى والله أني والله أنا وقبيل أقبل قدمك ورجلك يا رب يا رب. استغفر الله وأتوب إليه. اتفضل، لا تسلم. سؤال عليك يا شيخ. أنا عندي 27 سنة ودلوقتي يا شيخ أنا معايا مبلغ من المال، عايز اعرف رأي حضرتك في الفتوى دي، ان انا اتزوج ولا ابدا على مشروع في السن ده؟ يعني عايز اعمل مشروع عايز في نفسي واهلي، يعني التجاره ولا اتزوج؟ يعني المبلغ الذي معك يكفي لاحد امرين، اما الزواج واما المشروع. امر واحد يا شيخ مصطفى. عايز رأي حضرتك يعني. وانت ماذا تعمل؟ انا عامل تاجر في محل ادوات مكتبيه، يعني مكتبه كبيره، سنتر كبير، وانا اكتسبت خبره وبعرف اجيب بضاعه، فعايز افتح نفس المجال ده وربنا يكرمني، يعني اللي عرفت اهلي وزوجتي ان شاء الله اجيبها وكده، لان اهلي دخلهم متوسط، يعني الناس اللي متوسطين الحياه. توكل على الله، تزوج والله لن يضيعك. حضرتك رايك كده ان شاء الله؟ رايي وان شاء الله كما قال الله سبحانه وتعالى: وينكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله يعونهم الناكح يريد العفاف، فإن شاء الله يغنيك الله من فضله. أشتري تاني معي حضرتك. نعم تفضل. جاتنا مثلا ما بين الزباين نساء الشيخ مصطفى، ساعات يدي تلمس يدهم، يعني مثلا وانا بديهم الباقي باخد منهم الفلوس، ساعات ببقى متوضي فبقوم جاي داخل في الصلاه على طول. ده ايه عملوا؟ بس انا مش قصدي حاجه والله، غصب عننا. لا لا، يعني ممكن بديني فلوس. الصلاه صحيحه. ده انا بلمس ده وانا بديها الباقي كده. الصلاه صحيحه والمس في الحمد لله ما فيش اي حاجه. الحمد لله الحمد لله. جزاكم الله خير. وياكم. بارك الله فيك يا مصطفى ابن سامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا من وسمت نفسك بحبك لربك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى، وبركاته. الحمد لله بخير. بحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان عندي سؤال كده. تفضل. احنا مجموعة شباب بنعمل اعمال خيرية. الله يتقبل. في حالة قدامنا زوج وزوجته محبوسة، فهو قاعد هو وتلات اطفال في الشارع، اللي هو عايزه مننا ان احنا نوفر له سكن. بس لما سألنا عليه لقي ان هو من فترة كان بيبيع مخدرات وكان بيتعاطى المخدرات دي،
وزوجته يعني محبوسة بسبب الموضوع ده برضو. وهو الآن ماذا يصنع الآن؟ ما زال يعمل في المخدرات؟ دلوقتي هو ما نقدرش نحكم عليه إنه بيشتغل في المخدرات أو لأ، لكن الشغل الأساسي بتاعه بيدور يبيع المناديل ويجمع عليها الجزايز الفرق دي ويبيعها. يعني تأكدوا إن كان يعمل في المخدرات وإعانتكم له ستعاونوا على الإثم والعدوان لا تعطونه. إذا كان تاب وحسنت توبته ومصلي من المصلين ساعدوا. شكرا. تمام شكرا. لذلك من الممكن أن يكذب، يعني من الممكن أن يكذب جدا ويحتال على الناس ويظهر أمورا على غير حقيقتها. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا شيخ، تعذرك عن حاجه بس. اتفضل. وانا في كليه التربيه الرياضيه واشتغلت في الساحل واشتغلت في كذا حاجه وكده، بس الحاجات دي يعني لقيت ان فيها هرمونات كتير. انت في كليه التربيه الرياضيه واشتغلت في الساحل واشتغلت في ثاني والكليه ذات نفسها، انا من بني سويف والكليه مشتركه، ف في حاجات كتير، فانا عاوز اتجنب كل ده وعاوز اشوف اقدر اشتغل في حاجه حلال. يعني انت طالب الان في اي سنه؟ انا في سنه رابعه. طيب يخلص من هذه السنة وربنا هنا على خير يا رب. تمام. ما فيش اقتراح لي؟ ما في اقتراح لك، الاقتراح انك يعني تحافظ على دينك قدر الاستطاعة، واذا كان عندك وقت بعد الكلية تشتغل فيه اشتغل، مش مشكلة. مرحبا بك فضل الشيخ طلعت ابن عرفة، بارك الله فيكم، احبك الله يا ياسر ابن عسل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤالين يا شيخ مصطفى. تفضل. هل يا شيخ مصطفى مستحب ان احنا نذكر الناس ليلة الاثنين وليلة الخميس بالصيام؟ لا مانع من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تمام. اصل يعني كان في شيخ قال ان ده مش من هدي النبي، احنا بنعمل اللي النبي كان بيعمله والنبي ما كانش بيعمل كده. والله يا أخي هذا الرجل معوق. نعم؟ هذا الرجل معوق عن الخير، لا تلتفت إلى كلامه، ضعيف الفقه. السؤال الثاني. ضعيف الفقه وضعيف العقل، حزن الله إياه. ما السؤال؟ السؤال الثاني، هل في كتيب أو حاجة أقدر أعرف منها حالات السهو في الصلاة، إمتى أعيد وإمتى ما أعيدش وإمتى أسكت قبل وإمتى أسكت؟ في كتيبات مؤلفة في السهو في الصلاة. نعم نعم، هناك كتب مؤلفه في السهو في الصلاه. ممكن حضرتك تنصحني بكتاب؟ في كتب متعدده، في كتاب لاحد اخواننا الطلب عندنا كان اسمه مسعد بن كامل رحمه الله عليه، اسمه احكام السهو في الصلاه، وفي كتاب البخاري عندك اذا كان عندك صحيح البخاري بشرح فتح الباري، في كتاب في الاجزاء الاول كتاب السهو في الصلاه، وهي كتاب فقهي موجود فيه احكام السهو. ما حكم بيع الجزاف إذا كثر فيه الغبن والخلاف؟ إذا كان كما قلت كثر فيه الغبن والخلاف فابتعد عن الغبن والخلاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بخير. أنا حضرتك كنت واخد قرض يعني من بنك زراعي، فالمشكلة إن أنا سألت شيخ قبل كده قلنا عايزين نفتح مشروع يعني، فأنا أخدت البنك ده لغرض مشروع، فقال لي ده اسمه تمويل ما اسمهوش قروض، وبعد كده سألت شيخ تاني قال لي لا ده لا. أنا ماله مال شيخ، سألت قيل وقال ليس منهجنا هنا، أنت تسأل السؤال تعرف كيف تسأل. لا انا دخلي بسالت شيخ ولا سالت شيخ، وبعدين انا الشيخ الثالث وسالت شيخ وكرم شيخ. انت تسال سؤالك كادب في السؤال، ما حكم كذا وكذا وما الدليل؟ هذا السؤال، انما سالت وما سالت. على كل حال الربا حرام. مع السلامه. مع السلامه. هل الذي يسبق العرب الحامله للجنازه له نفس اجر الذي يتبعها؟ لا مانع من ذلك، نعم نفس الأجر على ما يحضرني في هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر أمرا بالمشي خلف الجنازة أو المشي أمامها، وإنما العلماء أوردوا ما حاصلوا أن الصحابة كانوا يمشون أمامها وحولها وخلفها، وإن الراكب يستحب له أن يكون خلفها.
وكلمة الاتباع تفيد أنك في الخلف، لكن أفعال الصحابة رضي الله عليهم تفيد التوسعة في ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير الحمد لله. كنت حالف على مرتب الله أني ما كنتش في البيت. نعم يا حبيبي. حلفت على مرتب الله. حلفت على زوجتك بالله. من فترة أني ما كنتش في البيت وبعدين بيت يعني فعلي إيه ولا؟ حلفت على زوجتك من فترة أنها إيه؟ ما كنتش في البيت يعني. أنها لا تبيت في البيت. وبعد. وبعدين بيتت في البيت يعني. وبعدين بيتت في البيت. كفارة يمين. ماشي يعني اعمل ايه؟ اطعم 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط، وان استطعت ان تطعم من طعامك الافضل فهو حسن، ان عجزت عن ذلك صم 3 ايام. بس هذه من فترة يعني من 5 شهور تقريبا. الآن كفر. شكرا وجزاك الله خير يا سامح مراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. صحبكم أنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما أنسى أنا أقول شيء. تفضل يا حبيبي. الأول أنا لايم الناس مسجد، تعرف أعرف حكم الختمة المستمرة يعني أنا مثلا. حكم إيه عفوا؟ الختمة كاملة يعني أنا بصلي الفجر وبكمل في المغرب والعشاء وقت ما نتختم. بالنسبة لحظة واحدة بس يعني. لحظة واحدة. أنت إمام مسجد. تصلي في الفجر بالبقرة وتأتي في المغرب تتمم من نفس الموضع الذي انتهيت إليه وفي العشاء هكذا. بس ما بطلش في المغرب ويعني يعني على ما وصفت لك يعني مثلا أنت في البقرة بدأت وصلت إلى قول الله تعالى وإذا استسقى موسى لقومه، تأتي في المغرب وتكمل من بعد استسقى موسى لقومه إلى ما بعده العشاء تتمم. نعم. أن تنتهي من الختمات. نعم. هذا الصنيع اسأل أولا هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يرد؟ هو لم يرد عن رسول الله. الصلاة صحيحة لكن هو لم يرد عن رسول الله، وخير الهدي وأكمله وأتمه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وصنيعك لا يخلو من الرياء، صنيعك في الغالب لا يخلو من الرياء، وتخرج بعدها تقول للناس أنا ختمت. لا لا مش بسبب كده، بسبب أن أنا بسمع للشيخ فبتبقى المراجعة معاي. لا يا حبيبي إلزم سنة الرسول، وإن كان صنيعك جائزا لكن سنة الرسول أولى من سنتك. تمام. الأمر السؤال الثاني هو ثم شيء آخر أن الرسول حث على قراءة خفيفة في العشاء والمغرب، قال لمعاذ بن جبل هل صليت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى إذا السماء انشقت وهكذا. تمام ماشي. السؤال الثاني الناس اللي بتطلع الكراسي من ورا بيكون في صف كراسي بيحطوه في الصفوف، اللي بيبقى في الصف اللي ورا مش عارف يصلي منه، الأفضل أنه يسيب الكراسي ورا ولا يلتمس أنه يبقى له حظ من الصف الأول؟ يعني المريض يعني ولا ايه؟ الشخص المريض اللي بيقعد على الكرسي ورا بيجيب الكرسي من ورا يحطه قدام، فبيبقى الصف اللي ورا اللي بيصلي ورا مش عارف يصلي منه يسجد. يصلي جالسا مش لازم الكرسي، يصلي على الارض جالسا في طرف الصف يعني. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. لي سؤالان فضيلة الشيخ. سأل يا حبيبي. الأول يعني ما حكم ترويج بعض ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد بها أحاديث، كقولهم اللهم صل على محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها كذا وكذا وكذا. اتباع الوارد بلا ريب أولى وأسلم. أولى وأسلم. شكرا. وعليكم السلام يا أم مصطفى ورحمة الله وبركاته. أم محمد مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا، كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير دائما يا رب الحمد لله. والدتي كانت حملتني أمانة أن أسألك في الموضوع ده. تفضل.
هي ابوها جد يعني كان عنده ارض وكده وبيوت والكلام ده، ودي قبل ما يتوفى يعني جمع الاولاد، عنده ولدين وعنده اربع بنات، فجمع الاولاد وكتب لهم نصيب اكتر من البنات. فامي كانت بتقول له كده انت يعني ظلمتنا حقنا. عفوا عفوا، كانت هبة او كانت ميراثا توريثا؟ توريث، كان بيعطيها توريث. يعطيها توريث؟ نعم، هو واجب عن الجد نفسه اعطاها توريث، يعني هو بيقسم امواله وبيقسم ممتلكاته عند محامي يعني. بس عفوا عفوا، ماذا صنع؟ جعل للذكر مثل حظ الانثيين ولا ايه بالضبط؟ لا لم يفعل ذلك يعني. لا بس عطى الاولاد اكثر من البنات، بل أيوة. بالعكس يعني والدتي شايفه ان هو جمال. افهم يا اخي يعني، افهم يا اخي، يعني هل اعطى الولد ضعف الانثى في الهبه او اكثر من ذلك بكثير؟ فهمني. اكثر بكثير يعني، مثلا عندهم حوالي 32 قراط. ايوه تمام. ايوه القراط الايام دي كان القراط الواحد يصل ل 15000. ايوه عطى كل واحده منهم 15000، يعني عطى كل واحده 8 قراط فقط. أي. ده على قولها، على قول امي انا لم اتحرى هذا، ولكن هي قالت هو ده الكلام اللي حصل يعني. عطى يعني عنده 32 قيراط، اعطى لكل بنت قيراط ولكل ولد 15 قيراط. نعم هذا كلام غريب. هل الاولاد هؤلاء اشتغلوا معه وكونوا هذه الثروه، او الثروه كلها من كده؟ منهم واحد كان اشتغل معه وكون هذه الثروه. ايوه، ولكن شاء الله عز وجل ان يموت الولد الذي قضى له بذلك، يعني هو ابنه اللي هو كتب له حاجه كده مات الاول. بعد ما كتب له، بعد ما كتب له مات. طيب له اولاد ولا شيء؟ كان معه اربع اولاد. لا لا، الابن الذي مات له اولاد؟ نعم معه اربع اولاد. يعني كان متزوج وعنده اربع اولاد. متزوج وعنده اربع اولاد. وجدك مات؟ وجدي مات بعديه. طيب دلوقتي هذه القضية لازم نسمع الكلام من الأطراف كلها، ما ينفعش الرجل مات والابن مات وأمك بقيت تفتش في الصحف بعد كم سنة الآن؟ مش بعد كم سنة، بعد وفاة جدي بأيام قليل يعني. يعني كم سنة؟ يعني دلوقتي كده في سنتين. والله ده قضية تنظر وتسمع من الأطراف كلها. طب هم دلوقتي يا مولانا رافعين قضية، يعني والدتي وخالاتي رافعين قضية على، وانا لا خلاص خل القاضي ينظرها، بس القاضي ينظرها، بس خل امك لا تزور. طب امي مترددة بتقول انا حاسة ان انا ظلماهم او انا داخلة كده في ظلم، انا كده انا مش عارف ادري ما الحاصل عشان اقول ظلمة او غير ظلمة، بس قل لامك ارفع القضية يا امه ولا تزوري، بس جيبش محامي حرامي يضحك عليها وجعلها تكذب بس. شكرا. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصطفى، كنت عايز اسال حضرتك عن الحساب الجاري. ماله الجاري؟ حلال يعني ان احنا نحط فلوسنا في حساب جاري في البنك ولا تاخذي فوائد؟ تمام. اذا وضعتيه في المال في البنك ولم تاخذي فوائد، او اخذت فوائد وانفقتيها على سبيل التخلص منها على فقراء لا تربطك بهم قرابه او في مصلحه عامه للمسلمين، جاز. جزاكم الله خيرا يا شيخ. حديث ايوم امراه توفي عنها زوجها فتزوجت بعده في لاخر ازواجها لا يصح. المراه لاخر ازواجها لا يصح، والمراه لاحسنهما خلقا لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك وفي علمك يا شيخ. وفيك وفيك الله يبارك. شيخ أنا طلعت الحج السنة دي، بس أنا أحرمت بملابسي وفي دخول جدة عشان كنت طالب مخالف. أهللت من الميقات ولكن بملابسك، عليك أحد أمور ثلاثة: إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، على التخيير. ما دمت أهللت من الميقات لكن ارتكبت محظور لبس الملابس المخيطة. طب سؤال ثاني يا شيخ. نعم. أنا كان معي ابن عمي، هو جاي حج من مصر، فهو نزل قبل ما يطوف طواف الوداع جاهلا لجدة، ما
ماشي يجيب اغراض يعني يشتري حاجات ورجع مباشره ماشي بعد كم ساعه رجع ثاني. لا حرج، هناك راي فقهي يتحمل مثل هذا، لانه لم ينفر نفورا نهائيا من الـ من الـ من مكه، انما نوى انه كالذي يذهب الى عرفه ويرجع. شكرا، خلاص لا شيء عليه، عتر الحرم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يصح مسح الخفين؟ نعم يا رانيا بنت ليلى او ليليه، جماهير علماء السنه والجماعه على جواز المسح على الخفين، بل صنف بل وضعه الذين صنفوا في عقائد اهل السنه وضع عفوا مسح الخفين من معتقدات اهل السنه. بارك الله فيك. وردت ما يقارب 50 حديثا عن رسول الله في المسح على الخفين، وفقكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، أحبك في الله سيدنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان عندي سؤال يا سيدنا. سأل يا الحبيب. هل يجوز أن أنا بعد ما أعمل عمل خير أدعي أن العمل الخير دوت ربنا سبحانه وتعالى يهب مثل ثوابه لشخص متوفي؟ لم يرد، إنما فقط إذا كنت ستتصدق عن أمك أو عن فلان أو عن فلان لا بأس بذلك في الأول، لكن في أول الأمر، في أول الأمر تقول اللهم هذه صدقة عن أبي في نفسك. نعم. وبعدها تبين ما هو عمل الخير الذي تريد أن تسأل عنه، فليس كل عمل خير يصلح فيه مثل هذا، كصلاة مثلا لا يصلح فيها مثل هذا، تلاوة قرآن لا يصلح فيها مثل هذا، لم يرد. شكرا. يقول وليد بن شعبان يذهب إلى عمل يبعد عن سكني 250 كيلو. يا عبد الرحمن، عبد الرحمن أنت هنا؟ ماشي يا عبد الرحمن، لك أن تقصر. قرأت الجزء الأول من السؤال، هو الذي استقر في ذهني، لك أن تقصر كل يوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ حضرتك بس في سؤال يا شيخ مصطفى. تفضل. معنى الآية بس بتاعت خلق السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد مش عمد يا حبيبي. معلش آسف لحضرتك. التفسير الصحيح ليها ايه؟ هل هناك عمد لكن لا نراها، او ليس هناك عمد من الأصل؟ قولان للعلماء، قولان لأهل العلم. تمام. السماوات بغير عمد ترونها، يقول بعضهم في عمد لكن لا نراها، وقال آخرون بغير عمد، وكلمة لا ترونها تأكيد أيضا لكونها من غير عمد، فالقولان موجودان. نعم، جزاك الله خير. طب في لحضرتك كتيب ليك لتفسير القرآن يا شيخ مصطفى؟ كتيب في تفسير القرآن ولا في أصول التفسير ولا؟ لحضرتك. اي طبعا، الحمد لله في كتب في تفسير القرآن كثيرة، مش كتيب صغير. كيف احصل عليها؟ والله هي موجودة عندنا وموجود في المكتبات، كذا كذا تفسير يعني الحمد لله. تمام. انت من اي البلاد؟ انا من اسكندرية. لا بعيد علينا. المكتبات فيها مكتبة مكة في طنطا، لكن لو كنت جنبنا كنا هدينا لك. شكرا. وبارك الله فيك يا المتفائلة بالله. هل يجوز التكلم في شيخ بسوء بعد موته؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، اللهم إلا إذا كانت هناك سنن تركها هذا الميت وهي خطأ واتبعه الناس عليها، نبين الأخطاء التي أخطأ فيها بالأدب. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمود العزبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسأل عن حكم الصلاة بالنعال خارج المسجد. حكم الصلاة بالنعال خارج المسجد وداخل المسجد إذا كانت طاهرة لا بأس بذلك. نعم. وقد وردت عن رسول الله عدة أحاديث صلوات ربي وسلامه على النبي محمد في هذا الصدد.
هل يجوز المسح على الجوارب؟ محمود بن رفاعة بن عبد الحميد يسأل. أقول لك يا محمود، تلك مسألة اختلف العلماء فيها، تلك مسألة اختلف العلماء فيها في جواز المسح على الجوربين، في جواز المسح على الجوربين. فأولا لن تثبت عن رسول الله أي حديث في هذا الباب، ثانيا المجوزون قالوا نقيس على الخفين ونعمل بأعمال بعض الصحابة، والمانعون قالوا لم يثبت في الباب خبر فبقينا على الأصل وهو الغسل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن إن شاء الله بعون الله، تفضل. تمام. أنا متجوز بس أخطأت بإني تحدثت مع فتاة شات فقط من مواقع مش كويسة يعني، ولم أكمل وتبت إلى الله، ولكن حدثت واقعة أريد أن أستفت حضرتك فيها إذا كان الطلاق أم مجرد لغة. أنا كنت بتكلم بقول بتكلم عن مراتي أو بقول مراتي موجودة، فقالت لي ما تقولش مراتك، أنا اتطلقت من جوزي وأنت طلقت مراتك وأنا دلوقتي مراتك، فأنا قلت ماشي يا فلانة. أنا مش فاهم كلام يعني، أنت كنت متزوج اثنين ولا هي متزوجة اثنين؟ أنا متزوج لكني تعرفت على فتاة في أحد المواقع مش كويسة يعني. أيوة أيوة. أنت تقول هذا للمرأة التي تحادثك في الفسق؟ إيه. فهي يعني من الأول تاني قالت لي بقول مراتي في حاجة كده، مراتي أنت بتتكلمها بتكلم المرأة دي التي تعبس معها، وقلت لها مراتي عملت كذا ومراتي عملت كذا، قالت لك ما تقولش مراتي صح؟ اه ما تقولش مراتي، أنت طلقت مراتك وأنا طلقت من جوزي وأنا دلوقتي مراتك، فأنا قلت ماشي يا فلانة بس. اه عايز تحتسب ده زواج يعني؟ إيه لا قصدي هل انا كده طلقت مراتي ولا ده لغو؟ لا لغو، لغو لما لا يقع بطلاق. لا لا ما في طلاق. تمام الحمد لله شكرا. وهي انت قلت هذه مراتي يعني اتجوزتها بكده بالكلام ده ولا ايه؟ لا لا انا فاهم كلامك كويس، انت تسال هل لما قالت لك ما تقولش مراتي انت انت وقالت ما تقولش مراتي، انا انت اتطلقت مراتك وانا اتطلقت من جوزي، فأنا قلت ماشي. ما تقصد طلاقا؟ لا خالص. لا لا ماشي طلاق. لغو يعني صح؟ لغو أيوة. الحمد لله شكرا شيخ مصطفى. الله يسلمك. وهي يعني تتحكم فيك كده، المهم تكون ابتعدت عن هذه المرأة. الحمد لله لا ده استغفر عظيم، دي كانت حاجة والحمد لله أنا شاب وملتزم دلوقتي، بس قلت أتأكد عشان أنت متزوج؟ يعني أنا متزوج. الله يبارك لك في زوجتك ويبارك لها فيك. الحمد لله انا توفت، بس انا كنت بسأل عشان لا 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 ربنا فعل. مش مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين. اول سؤال هو هل اصل النحت من العلاج النبوي؟ نعم. هل ارض النحت من العلاج النبوي؟ أرض إيه؟ لأسع النحل؟ لا لم يرد في لأسع النحل أي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال تاني. قص النحل. قص الحواجب. قص الحواجب إذا كانت تؤذي العين وتؤذي الإبصار لا بأس. هي مش تؤذي العين، هي بس يعني للنظافة والزينة يعني عادي كنظافة. قص ليس نمصا، ليس نتفا. لا بأس مع الكراهة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخ تفضل. عندي سؤال بس عن حكم بيع الأجل برسوم مثلا تندفع آخر الشهر. كيف بيع الأجل برسوم تندفع آخر الشهر؟ البيع بيع السلعة بثمن نقدا جائز، وبيعها بثمن أعلى إلى أجل جائز. تمام. طب لو مثلا أنا هبيعها بأجل بس إلا الذهب لا يجوز بيع الذهب بالآجل، لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب بالآجل، لأن النبي نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. طب أنا ببيع السلعة
بس اخر الشهر بيدفع مثلا 10 جنيه عشان انا بتيح له ببيع له بالاجل، ياخد الحاجه بالاجل. انت حددت السعر من الاول؟ لا انا بقول له مثلا هتحلك تشتري مثلا حاجات من الماركت لمده شهر، بس تيجي في الاخر خالص وانت بتسدد قيمه الحاجات اللي انت خدتها تدفع فيها 10 جنيه خدمه. لا 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 الكلام غير صحيح. يعني عنود زي عنود. حدد له يا حبيبي السعر من اول لحظه. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدنا كم ولنا كان والدي عايز يكتب لكل واحد كأنه مراسه ويشيله على جنب عشان ما يحصلش اختلاف بعد وفاته بين الإخوات مع بعض، هل يجوز ولا يجوز؟ والله إذا كان سيضع مع شخص صالح بحيث أن ممكن ولد من الأولاد يموت قبله فله أن يفعل ذلك إذا خشي من شخص شرير أن لا يقيم أمر الله فيه. شكرا. بارك الله فيك يا رانيا بنت ليلى. ماشي. يوسف خصيم. لماذا خصيم يا خصيم المشركين بقى يا يوسف إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخنا؟ بارك الله في عمرك وحفظك يا رب. ولك بمثلك. معلش سؤال يا شيخ لو سمحت. انا شيخ والدتي مسلفاني فلوس بقى لها 6 سنين بتسلفني فلوس، منها فلوس زواج ومنها فلوس ساعدتني فيها في الشقه بتاعتي. تزوجت وانا عندي اقل من 18 سنه وكانت بتسلفني فلوس ما كنت يعني انا ببقى مش عايزها، والان دلوقتي هي عايزه فلوس يا شيخ. من كم سنة سلفتك الفلوس؟ الفلوس بتسلفها لي بقالها 6 سنين من وانا عندي 16 سنة وانا الان عندي 22 عام. ماشي. كانت تقرضك قرضا كدين عليك لها؟ كانت تقرضني قرض كدين عليا لها، ولكن انا ما كنتش بابا عايز اخده تقول لي خده واعمل لك اخوة واخوات؟ نعم؟ لك اخوة واخوات؟ لي اخوة واخوات وعملت معاهم نفس الكلام الحمد لله. والسؤال؟ السؤال يا شيخ الان يعني الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، زوجتي رفع عليها قواعد وبتاعها وطلب الطلاق، وامي تطلب مني الفلوس، عايزه الفلوس وانا لا اقدر على سددها، وحتى الدنيا تقلبت عليك، امك تريد اموالها وزوجتك تريد الطلاق، ايه اللي عملته انت بس؟ استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله. يعني مش ممكن تصلح شوية وتستغفر؟ استغفر الله وأصلح بينك وبين زوجتك واسأل الله أن يصلح الأحوال. اللهم أمين يا رب. ولكن هو الموضوع يعني ده اللي حاصل. طيب السؤال ماذا تريد؟ أن تقترض بالربا صح؟ أريد إيه؟ أن تقترض بالربا. لا 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 يا شيخ لا لا ذنبي لا ما اريد ربا خالص ولا اريد. طيب ماذا تريد؟ طيب. انت وضحت سؤالك، ما المطلوب؟ المطلوب يا شيخ ان امي تدعى علي دعاء شديد مريض وتدعو علي باشد الدعاء وانا لا اعرف انا ظالم لها او ما ظالم. عفوا عفوا، هل انت معك مال تسدد به دين امك او ليس معك مال؟ لا والله يا شيخ ما معيش معايا فلوس اي فلوس خالص يعني. ولكن قلت لو ربنا يوفق لي وعرفت اجمع فلوس عايز اخلص زوجتي قبل ما اخلص امي، هل ده صح؟ يعني انت ليس معك مال. امك لها عندك دين. وزوجتك رفعت عليك قضية طلاق. نعم. وامك تقول لك يا ابني هات فلوسي، قلت لها يا اما ما عندي فلوس. حسن. وتقول لك امك الله يفعل بك ويفعل. اشد الاقاويل. اشد الاقاويل، الله يفعل بك ويفعل. برطم وكل شيء يعني. تلطم وتقول ذلك؟ تلطم وتخبط على رجلها وتدعو علي وتقول الله يحشرك مع فرعون وثمود يا الله يا الله يا الله. امك وقعت في ضائقه ولا ايه اللي حاصل؟ هي تظن ان معها فلوس وشال عنها يا شيخ. ايوه لا فلوس كتير دين عليك. نعم
يتخطى ال 120 ألف يا شيخ. لا يتخطى ال 120 ألف. 120 ألف جنيه بتسلفني من وأنا طفل 16 سنة حتى الآن. وأنت 16 سنة طفل، أنت راجل يا أخي. وأنا يا شاب. أنت وديت الفلوس دي فين؟ نعم. فين وديت الفلوس؟ تزوجت بها يا شيخ وعملت بها شقة، كنت أنا ساعدتني في الزواج وساعدتني في الشقة بتاعتي. طيب مش ممكن تقترض أي مبلغ تراضي أمك، يعني 10,000 من أي مكان تسدد وتقارب تعطي أمك 10,000؟ لا أقدر أعمل كده، أقدر أستلف من حد 10,000، بس أنا مش عايز أستلف فلوس تاني يا شيخ، مش عايز أستلف فلوس تاني. لعل أمك محتاجة يا أخي، يعني هتلطم على وجهها وتضرب على فخذها وتصيح والله يحشرك مع فرعون وهامان، إلا وهي يعني محتاجة. ابحث عن 10,000 وروح طيب خاطرها بمسلسل ياما، والله ياما صرف 10,000 وهجيب لك فلوس كلها على المليم. خذ ياما ورقة بالفلوس. طيب يا فعلا خدت ورقة بالفلوس كتبت عليها وصلت عشان أرضيها، ولكن يعني برضه يعني تريد فلوس. طب والزوجة اللي عايزة تتطلق تعمل إيه بس؟ مش كده؟ الزوجة عايزة تتطلق طالبين 50 جرام ذهب، والحاجة اللي كانت جايباها تاخدها تاخد ثمنها فلوس، وبيقول لي كده يا بهدلك في المحاكم، وهو في الفعل رفع قضية. مش ممكن يدخل واحد عاقل كده يحل لك مشاكلك عندك؟ واحد طيب كده يشوف حالتك شكلها ايه ويشوفك مكار ولا ما انت مكار ويطلع اللي جايبك المخفي. في ناس معايا في المسجد هم قاعدوا معاهم، ولكن هم مش شرط ارسل شخصا صالحا يحل لك مشاكلك. فيش عندنا شيخ صالح نحسبه على خير ونذكر على الله احد. انت منين؟ جيت ولكن ما نفحش مع منين انت من البلاد؟ الشيخ محمد فرج. محمد فرج انا هو يعرف حضرتك وكلنا نعرفك يعني. بلدك ايه طيب؟ مدينة نصر يا شيخ، القاهرة. مدينة نصر. طيب كلمني بعد الدرس كده نشوف. انا اكلم امك ولا ما ادعيش على الولد؟ مش هتستفيد شيئا. طيب خطيرة شيء، امك غنية ولا فقيرة؟ لا امي لا يعتبر غنية الحمد لله، يعتبر خير. طيب ان شاء الله، بس نخليها لا تلطم، لان اللطم كبيرة من الكبائر. اللطم كبيرة. نفس الرقم يا شيخ ده ترن عليه؟ لا خذ رقم 0153383. اللهم امين يا رب. السلام عليكم. شام وصل لحد. لو سمحت يا شيخ كنا عندي سؤالين. السؤال الاولاني احتجت اعمل اشعة ودخلت باسم والدتي في التأمين. نعم دخلت فين عفوا؟ والدتي عندها تأمين، فانا دخلت باسمها هي، يعني مش باسمي انا، باسمها هي، عملت الاشعة واخدت خصم عليها. فهل دي كده حلال ولا لا؟ يعني انا حاليا مقتدرة اقدر اطلع الفلوس اللي هي اتخصمت لي دي، فاطلعها صدقة يعني، ولا اروح المكان وادفعها فيه، ولا هي كده حلال ولا ايه؟ أعيد السؤال. أنا والدتي عندها تأمين اللي هي يعني ممكن عفوا ممكن لما تقول والدتي تقولي والدتي بارك الله فيها كده كلام طيب، يعني تأخذي أجر من الله. والدتك عندها تأمين وبعد؟ عندها تأمين، وأنا خدت التأمين باسم التأمين بتاعها ده، ورحت عملت الأشعة كأني أنا هي يعني. أزورت يعني أمك عاملة تأمين طبي ويسمح لها بالكشف الأشعة، فأنت زورتي ذهبت على أنك هي وعملت كشف الأشعة باسمها، ولكنك أنت الغشاشة يعني. وبعد السؤال والسؤال دلوقتي أطلع الفلوس دي ولا لا؟ يلا تخلصي منها كصدقة وربنا يعوضكم خير ولا تعودي للغش. الله يسلمك يا أختي. المفترض ظلمتم شركة التأمين، لكن شركة التأمين لا تستطيع أن ترد المبلغ إليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ تفضل، عندي بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلك. تفضل. سألت
هل القميص المخطط الذي به خطوط هل يدخل في الثوب الذي له آلام المنهي عنه؟ مش منهي عنه يا أخي. هل نهى الرسول مطروح عن... يعني مطروح. صلى على النبي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هل نهى الرسول عن الثوب المخطط الذي له آلام؟ لا، عليه الثوب الذي يعني كره الصلاة فيه عندما رأى في الثياب المخططة الحمراء والصفراء تشغل المصلي، لكن لك أن تلبسها في أي وقت. نعم، جزاكم الله خير. أياك تفضل. طيب عندي سؤال آخر. سأل. حد اللحية يبدأ من العظم إلى العظم، ماشي، هل الشعر النابت في هذا العظم من اللحية أم أنها تبدأ من أسفله؟ يعني هنا يعني هذه اللحية من هذه العظمة، نعم، من أسفل إلى هذه، ضربه بلحية جمل هذه اللحية. نعم، أسأل الله أن يجعل في موازين حسنة جدا. وإياك والمسلمين الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ مصطفى. نعم، أسألك الدعاء لي ولزوجتي بس صباح الحال. الله يصلح حالنا وحالك وحال أزواجنا وزوجتك وزوجات المسلمين. اللهم آمين، جزاكم الله خير. إياك تفضل. يا ربي أنت أرحم الراحمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك يا شيخ؟ طيب لله الحمد، الحمد لله بخير. الحمد لله، ربنا يبارك في عمر حضرتك. وإياك والمسلمين. معلش يا شيخ مصطفى، في سؤال، كان في مبلغ من المال بلغ النصاب واتحط يعني وضع نص في عقار، ماشي، والناس ادونا مهله سنتين، دلوقتي احنا ماشيين في 5 سنة، ربنا قدر يعني لو المبلغ جه نطلع عليه السنين اللي فاتت كلها ولا تبقى سنه واحده؟ عفوا، عقار تجاري تتاجرون في العقار او قنية لكم؟ لا، هم احنا وضعنا المال قالوا ان مثلا ايه هنوضعه اللي هو نظام بعد المبنى، نظام اللي هي نسبة يعني مش شقة، مش حاطينه كشقة، كان نظام سهم. لا يعني عفوا، وضعينه في استثمار تجاري. ايوة استثمار، ان احنا مثلا ان المال مثلا حاطين 200 ممكن كان موضوع يبقى ربح. إذا كان موضوع للاستثمار، أيوه، موضوع للاستثمار فهو أيوه موضوع عروض تجارة، كل سنة يزكى إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني بعد بلوغه النصاب ومرور سنة على بلوغ النصاب يزكى سنويا بالتقريب، قربي تقريبا سنويا مشروعك يساوي كم ومن ثم أخرجي. شكرا لك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هل الرياضة من السنة؟ نعم، الرسول كان يسابق عائشة، سابقها مرتين، مرة سبقته وأخيرا سبقها، والمصارعة وردت على عهد الرسول عليه السلام، وقال النبي لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، وسابق النبي بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، والخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ مصطفى، حضرتك أخوك مصطفى، تفضل. الله يصلح حالك. حضرتك كنت عايز أسألك على بالنسبة لو أنا مثلا معوق وفي اللي هي العربية بتاعة المعوقين دي. أيوة، لا يجوز لك بيعها إلا إذا انتهت مدة الحظر، فهم يحظرون عليك بيعها قبل 5 سنوات من تملكها، لكن ممكن تعطيها لأحد حق انتفاع. شكرا. عمر فريت أخ، ماذا يقول عمر؟ هل تبديل الخطيب؟ تبديل الخطيب أثناء خطبة الجمعة لنقض خطبة باللغة الثانية في بلد غير عربية غير مسلم مع عدم وجود متخصصين من قبل 3 لغات المستعملة، لا بأس بذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. شكرا. الله بارك فيك يا شيخ مصطفى يا جوهري، حافظك ربي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له. اللهم آمين. بقول لك يا شيخنا احنا عندنا في الكليه في شباب بيعملوا مجموعات على الواتساب ولكن للاسف بتكون مختلطه, بينزلوا عليها المحاضرات و مع مواعيد. هل عليها صور فتيات؟ عليها. على صور بنات عليها اللي هم بيكونوا منضمين في المجموعه برضه. هل يجوز ان انا انضم للمجموعات دي؟ اذا كنت تامن على نفسك الفتنه لا باس, لا تم نفسك الفتنة ابتعد. شكرا الظهراني بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الشيخ مصطفى. الله يبارك في عمرك, تفضل. ربنا يبارك في صحتك سيدنا. سؤال يا سيدنا. وياك, تفضل الحبيب. أنا لي عند واحد فلوس وبيمالطني مش راضي يدهالي. وبعد بقالي 5 سنة اسيبها من زكاة المال وخلاص ولا اعمل ايه؟ تنفع؟ لا يجوز اسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة عند جماهير العلماء. تمام. لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه. تمام. وهذا المال الذي لك عند الناس نسبة الى المال الذي بيدك ارضى من ناحية قدرتك على التصرف فيه, وأيضا أنك تتحكم في الفقير تلزمه بأن يسدد الدين وقد يكون محتاجا إلى طعام وشراب, فيشترط في زكاة المال أن تمكن منها الفقير لأنها حق للفقير وفقك الله. جزاكم الله خير. لكن يسقط ماذا يسقط عنك؟ زكاة الدين تسقط عن الدين, بمعنى لك 1000 جنيه عند شخص زكاتها 25 تسقط منها 25. أسقط منها 25. شكرا بارك الله فيك يا ثريا الهواري. تقدم لابنتها ابن عمها وهو يقطع في الصلاة وهي أيضا كذلك, ولكن وعد بالمحافظة على الصلاة ولكنه أيضا يهتم بأمور السياسة والدين والأحزاب, يعني دينه ضعيف جدا ولكن لا يدخن. أما من أمور الدنيا فهو كفء لها, نرفض أم نقبل ونعطي له فرصة للتغير. أيضا ابنتك, ما هي ابنتك أيضا كذلك وهي أيضا كذلك, يعني البنت مثل الولد, فزوجوهما ولعل الله أن يصلحهما معا. البنت تقطع وهو يقطع وهو ابن عمها, انصحهما معا وزوجوهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخ وصالح عملك. وفي عمرك بارك الله وفي صالح عملك بارك الله. ما عزك. بقول لحضرتك يا شيخ انا دي سالت عن حضرتك على قرص النحل, هل قرص النحل التداوي به حلال؟ قلت لك لم يرد نص عن رسول الله في التداوي بقرص النحل, اما كونه حلال ام حرام فمساله تنبني على المفسده والمصلحه وعلى غلبه الظن بالشفاء, لان هناك نهي عن قتل النحل, هناك نهي عن قتل النحل, لكن لا استطيع ان احرم اذا دعت الى ذلك مفسده. شكرا. اذا دعت الى ذلك مصلحه. مرحبا بك يا استاذ سعد السويدي يا فضيل الشيخ وفقكم الله. عبد الرحمن بن ادريس اسال كيف نثبت حفظنا؟ اسال الله اولا ان علينا جمعه وقرانه, فاذا قراناه فاتبع قرانه, ثم ان علينا بيانه, ثم بعد ذلك قم بما تحفظ في الليل والنهار, فإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار حفظه وإن لم يكن به نسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت ممكن سؤال؟ ممكن. أنا طلبت اللي هي الشراء أونلاين ده من موقع اسمه أمازون, فلما اشتريت من أمازون ده طبقين كده, فلما جم هم مغلفين فحسستهم كده لقيتهم مكسورين, فبلغت الاداره بتاعتهم يعني ان هم بيقولوا لي مكسورين, قالوا لي هنزل لك الفلوس تاني في حسابك, فانا لقيت واحد منهم سليم, صراحه خفت ما ينزلوليش الفلوس لو قلت لهم ان في واحد منهم سليم, استنيت لما نزلوا لي الفلوس في حسابي وبعد كده بلغتهم ان في واحد سليم, قالوا لي خلاص احنا كده ردينا المبلغ للشركه اللي نقلت يعني او ما فهمتش ايه يعني, بس هم قالوا لي احنا كده ردينا المبلغ ومش واعتبري بقى الطبق السليم ده هديه كده وما خدوش فلوسه, هل انا كده حرام عليا؟ إذا قالوا لك واعتبري هدية ولم تكوني تكذبين
اثناء لا هي البنت العميله دي اللي هي من خدمه العملاء ردت عليا على زوجي وقالت له خلاص اعتبر السليم ده هديه من امازون لان احنا كده مش هنعرف نرد نص الطلب ده كده عباره عن نص الطلب دارك الله خلاص ماشي قالت هديه خلاص كما قالت لك السلام عليكم يوسف خصيم ولا اتفضل مش عارف اضبطها يا يوسف اتفضل يا نعم يا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا شيخ رد السلام كما حييت بتحية حي بمثلها وبأحسن منها لا تبخل أبخل الناس من بخل بالسلام اتفضل عليكم السلام لو سمحت ما زال بخير أنا كنت عايز أعمل مشروع أفتح محل مكياجات وكده محل مكياجات اللي هو مستحضرات التجميل طيب لا مانع من بيع مستحضرات التجميل لقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة شكرا الله جميل يحب الجمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بعد إذن حضرتك عندي سؤال بس سل أنا مجمع مبلغ كده من المال كنت عامل بيه جمعية وكده وده المبلغ اللي موجود معايا فهل كده وجب علي الحج بالمبلغ ده ما كنت مجمعه لسبب إن أنا كنت محتاج إن أنا أبني قطعة أرض ليا بس طبعا الدنيا واقفة في المباني وكده فقلت أسيبه أو أنا دي مشروع بس هل أنا دلوقتي أنت ساكن في بيتك؟ نعم تسكن في بيتك؟ لا أسكن بالإيجار الآن الإيجار في مقدورك؟ نعم الإيجار في مقدورك؟ الآن الإيجار في مقدوري الآن في مقدوري وعندك مبلغ زايد يسمح بالحج؟ حج جمعية يعني أنا لسه بدفع فيها حج وربنا لن يضيعك الحج أولى يعني الحج أولى ولله على الناس لله على الناس لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ركن الدين الخامس هل المبلغ ده لو جمعية أنا بدفع فيها لسه ما خلصتهاش برضو ما فيش مشكلة حبيت تنتظر لما تنتهي الجمعية حبيت تذهب للحج يا الله لن يضيعك يعني أولى بي أن أنا حج أم ما أعمل أي حاجة تانية لا مشروع ولا أي حاجة هذا الذي أختاره لك الآن ركن الدين الخامس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبك الله يا وليد بن فاروق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا طيب ولله الحمد والشكر الحمد لله دلوقتي يا شيخنا أنا زمان وأنا صغير كنت بشوف رؤية متكررة إني إمام وبصلي بالناس ودائما بقرأ بصورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر وكنت برى مع الرؤية ديت إني يعني بأهين القرآن والعياذ بالله كنت إيه عفوا كنت بقى أرى في الرؤية أني أهين القرآن المهم لا تذكر مثل هذا على كل حال ولكن أنا دلوقتي حاسس إن الرؤية الأولى كانت تتحقق فأصبحت إماما للناس أصلي بهم خلاص لا تلتفت إلى الجزء الثاني لا تلتفت إلى الجزء الثاني من الحلم الحلم من الشيطان بس لا تلتفت الحمد لله أنك إمام للمسجد اتق الله في إمامتك شكرا وفي دينك مرحبا دكتور عمرو بن عبد الهادي لا حرمنا الله منك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك في عمر حضرتك يا شيخنا ويبارك في علمك وعملك وإياك أنا بس يعني كان لم يكن لي سابق علم بالمعهد تبع حضرتك فبس كنت حابة أنوه المشاهدين اللي حابب يدرس علوم شرعية إن حضرتك لك معهد خاص بنظام دراسة سنتين وفي نظام عن بعد للمغتربين وفي نظام عن قرب وأحب بس أسأل حضرتك إيه الأوقات المناسبة للتواصل مع حضرتك خاص يعني تقصدي ما ذكرتي يعني في القاهرة ولا بالضبط؟
لا انا اقصد انا ما كانش عندي علم ب يعني ان حضرتك عندك يعني علاقه حضرتك معهد، فان انا استفدت. سأتغاضى عن هذه الجزئية. سأتغاضى عن هذه الجزئية. إذا كان لك سؤال مهم أرسلي رسالة، قولي صاحبة السؤال المهم، وإن شاء الله أطلبك حين يتيسر الوقت إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. تقول زوجها كان يقول لها أنت طلقة، ويقسم أنه كان يشبهني بزخيرة أو صاروخ. يقول والله كنت أقصد أنت طلقة، أقصد بطلقة المسدس، هل يقع ذلك شيء؟ يعني مخرج الكلام كان يعني مزاح ولا كان يعني أنت طلقة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. راجعيني غدا يا صاحبة هذا السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. وقدرك يا رب رفعه الله والسمعين والسماعات. شيخنا أنا أبلغ من العمر فوق 50 عاما. وعندي مشقة في حفظ القرآن الكريم. وأريد أن يختم الله عز وجل لي الحياة بختم كتابه. ولا أدري ماذا أفعل. ماذا قلت قاعد؟ أنا شيخ معد 50 سنة وفي مشقة في حفظ القرآن الكريم. أنا أريد أن أحفظ القرآن ولكني لا أستطيع. ماذا أفعل؟ والله أريد أن يتحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي ورتل. اجتهد في هذا الصدد ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أقول لي صديق أهدى لي مبلغ من المال ثم بعد 4 سنوات طلب المال، وأنا الآن معسر، ما الحكم؟ قل له نظرة إلى ميسرة، لأنني أخذت المال على أنه يبقى منك وأنفقت، فإذا وسع الله علي سأعطيك مبلغك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب وفيك. كنا عندي سؤال لحضرتك، بس كنت أنا يعني أنا معوقة وكده في البيت، ما بقدرش إن أنا أروح مدرسة القرآن وكده. ففي يعني مثلا بحفظ القرآن في البيت، في مثلا واحدة بتيجي تتابعني وكده، بس أنا حفظي برضك يعني يعتبر في التجويد 50%، فهل لا حرام ولا يعني إيه؟ لا ليس بحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق له أجران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم وبركاته. تفضل. يا شيخنا نعمل بالتجارة وفي ناس بتستأمني على أموالهم، يعني بيعطوني أموال يعني بشيلها معي في البيت. طيب تمام. هل يجوز لي لو اتزنكت كده ان انا اخد من الاموال دي واردها تاني في وقتها؟ الاموال امانات لناس، اذا طلبت منك ستؤديها في الحال؟ نعم. اذا كان ذلك كذلك لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. شيخنا أنا عندي بس سؤال طويل شوية معلش. لا تطل لأن هذا المقام لا يتحمل الإطالة. حاضر، أنا هختصر على قد ما أقدر، تمام؟ بص يا شيخنا، أنا شغال دلوقتي في تبع أبلكيشنات التقسيط الحديثة. طيب. تمام؟ حضرتك اللي هي بتدي بتنزل لحد مثلا 10,000 جنيه يقسط بيها مثلا من
من محلات تبعهم يعني. تمام؟ انت ما عملك انت بالضبط؟ احنا بنجيب لهم عملاء يقدموا عندهم، ده اول نقطة. تاني نقطة العشر، في سؤال في سؤال اصبر علي اصبر علي. يعني هنا ثلاثة اطراف، تمام. شركة ومشتري ووسيط، تمام. انتم الوسطاء صح؟ مظبوط. الشركة دي ما عملوها؟ بتنزل العميل، العميل بيقدم عندهم، بتنزل له مثلا مبلغ يقسط بيه من محلات هم متعاقدين معهم. المبلغ هذا الذي تعطيه للعميل تأخذ عليه فائدة ولا تأخذ؟ لا، في فائدة طبعا. إذا الربا، وأنت وسيط في الربا، لا تعمل. شكرا. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا على رسول الله شاكرا لأنعم ربي. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهن. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من المقربين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أصلح أعمالنا، وحسن أخلاقنا، وطيب أقوالنا، وأخلص نوايانا لوجهك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا مرفقا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم تولى أمرنا، واصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين، وأمنا في أوطاننا يا رب، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.